السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف نوع جديد من أنواع الاسكادول. هقول له أنا عايز مالتي كاتيجوري بالشكل دوت، مالتي كاتيجوري، وأقول له أوكي وأبدأ أشوف العناصر. ده هيجيب لي كل العناصر اللي موجودة في المشروع، يعني مثلا فاميلي أند فاميلي أند تايب. أوكي هيبدأ يجيب لي كل الفاميلي اللي موجودة في المشروع. اقدر ارتبهم او اعملهم بشكل افضل ان انا هاجي هنا في السورتنج واقول له انا عايز ترتبهم لي حسب الفاميلي، واشيل العلامة دي اتمايز افري انستنس. ده بيخلي كل عنصر يظهر، يعني العنصر ظهر 100 مرة ودي متعلمة هيظهر 100 مرة، لو شلت العلامة دي هيظهر مرة واحدة بالشكل دوت. خلي بالك هنا كان حاجات رهيبة، فهتلاقي العدد قل بكتير. تمام، اقدر برضو اجي هنا اقدر اضيف اكتر من حاجة، مثلا ممكن اقسمه حسب الليفل، ممكن اقول له include element in link بحيث لو في اي حاجة موجودة في اللينك يظهرها لي، ممكن اقول له اكتب لي اسم الملف اللي فيه الحاجة اللي ديت، ممكن اعمل فلتر بحيث مثلا اظهر الحاجات اللي اولها مثلا حرف الام بحيث يظهر لي بس الميكانيكال، او الاي يظهر لي الكتريكال بس. بالشكل دوت لو في اي حاجة لينك هتبدأ تظهر معايا هنا، لو في حاجة مكتوبة على اكتر من ليفل مش تظهر لان هو مش عارف دي في الليفل واحد ولا ليفل اتنين ولا ليفل تلاتة. ممكن اجي هنا اقول له رتبهم لي حسب الليفل، فتبدأ تظهر حسب الليفل.